احنا المرة اللي فاتت خلصنا كلام عن ال static CMOS cells أو ال static MOS cells عموما، والنهاردة نبدأ نتكلم عن ال dynamic إن شاء الله. ف ال dynamic essentially okay. Okay. ال dynamic فرقها إيه عن ال static؟ ال static زي ما كنا اتفقنا يعني الـ output بتاعها بيبقى either انه connected للـ ground او الـ VDD من خلال low resistance path اللي هو الـ N network اللي عندنا للـ ground او الـ P للـ VDD. وبالتالي الـ output node دايما في path ليها بين الـ VDD والـ ground، والباث ده بيحتاج عشان نكونه ال 2N transistors اللي كنا اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت. تمام. والفان ان بتاعنا هو ايه؟ هو ال N اللي هو عدد ال inputs اللي احنا عايزين. ال dynamic ال dynamic on the other hand بقى الفرق فيها انه انا عندي الكاباسيتنس بتاعت الاوتبوت اللي في الهاي امبيدنس نوت دي، الكاباسيتنس بتاعت الاوتبوت بتبقى واصله بال VDD او الجراوند في وقت من الاوقات بس. تمام. وده بيحصل من خلال سنجل ترانزستورز هنشوفهم زي ما هنشوف في السلايد اللي جايه كده، مش من خلال up network أو down network. وال down network أو ال N network transistors كل هدفها هو ال evaluation بتاع اللوجيك بتاعنا، as opposed to ال discharging في ال static CMOS gates. الفرق هنا إني بحتاج N plus 2 rather than 2N transistors. الكلام ده شكله ايه؟ شكله زي ما احنا شايفين هنا. البول داون نتورك دي في تحتها ترانزستور زيادة زودناه هنسميه الايفاليويشن ترانزستور. فالايفاليويشن ترانزستور ده طول ما هو مقفول البول داون نتورك مش بتأثر في حاجة في اللود، مش هتسمح لللود بانه يديسشارج لانها مش هي لوحدها اللي بتكنترول الكرنت. الام اي بيمنع ال discharge current هو كمان. فده الفرق الأولاني. الفرق الثاني إني ما عنديش pull up network، وبالتالي ال CL مش بي evaluate ال 1. يعني ال CL ممكن يوصل ل 1 لو ال MP transistor ده is on، ولكن هيوصل ل 1 في كل الاحوال طالما ان الترانزستور ده از اون بغض النظر عن اللوجيك انبوت بتاعنا، عن الانبوتس 1 و2 و3. تمام. فده معناه ايه؟ معناه انه الانبوت اللي على الترانزستورز ام بي وام اي دول اللي هي هنسميها كلوك. اوكي. الكلوك كلنا عارفين شكلها ايه؟ ترين اوف بولسز، يعني بولسز عماله تتكرر، والكلوك بيريود عباره عن بولس وبعدين جزء البلس بتكون فيه زيرو. تمام. يعني هاي ولو، هاي ولو، فالكلوك بيريود هي one period of that high ولو معاه. طيب لما الكلوك في الحالة دي تكون هاي ايه اللي هيحصل في السيركت اللي قدامنا؟ لما تكون هاي الـ ME هيبقى open والـ pull down network هتأثر والـ MP هيبقى close. تمام. وطبعا لما تبقى لو يبقى الحاله دي، ففي الحاله دي معتمد على تمام. ففي الحاله دي انا لو الكلوك ب 1 انا محتاج اشوف كمان الانبوتس اللي داخله على البول داون نتورك هتفتح ديسشارج باث ولا لا. ولو الكلوك ب 0 الام بي ترانزستور از اون، وبالتالي في كارنت هيمشي من السبلاي لللود ويتشارج الكاباسيتور. تمام. فراحوا مسميين الفيز اللي هي الكلوك فيها بزيرو، طول ما الكلوك لو الفيز دي في كل كلوك بيريود بيسميها بري تشارج.
ليه بري تشارج؟ لانها ضامن فيها انه اللود كاباسنس يتشحن لفي دي دي يوصل لل1. اوكي، فكاني في كل كلوك بيريد انا بوصل اللود ل1 وهي الكلوك بزيرو، وبعدين لما تبقى الكلوك ب1 اللود يتغير وينزل لزيرو لو كان البول داون نتورك تديله باث للجراوند، او يفضل محتفظ بال1 بتاع البيك شارج بتاعه لو كان البول داون نتورك ما بتسمحلوش انه يدسشارج. اوكي، وعشان كده الجزء الثاني ده الفيز الثانيه من الكلوك اللي هي لما الكلوك بقت ب1 سميناها ايه؟ ايفالويشن. فكاني باجي وهي الكلوك بزيرو ابري تشارج اللود اوصله ل1، وبعدين في الجزء الثاني من البيريود ايفالويت يا ترى اللوجيك بتاعي بتاع الانبوتس مفروض يخليه بزيرو ولا يسيبه عند ال1. تمام، فده essentially اللي احنا بنقوله. لما تبقى الكلوك بزيرو اللي هو مرسوم هنا بالاصفر ال m e off، ولما تبقى ب1 اللي مرسوم بالاخضر هيبقى ال m p هو ال off وال e هو on، والكاباسيتور بتاع اللود هي evaluate according لل inputs بتاعتي according لل function بتاعتي. ال function هنا inverting برضو زيها زي السيموس بالظبط. ليه؟ لان انا the implement ال max terms بتاعتي اللي هي لما يبقى ال inputs ones، تمام، اطلع منهم discharge path implement them as zeros، كأني بروح لل truth table واخد ال terms اللي مفروض تطلع ones وحطتهم في ال output بزيرو. تمام، فهي inverting عشان كده زيها زي السيموس. تمام، طيب ايه اللي بيحصل بقى هنا؟ انه انا عامل شوية assumptions انه الـ output of the dynamic gate، الـ dynamic gate دي once ان هو distorted مش هيتشحن تاني الا لما تيجي الـ pre-charge operation اللي بعدها، وده واضح لانه زي ما شفنا هنا كده انا once ان الـ clock ب1 والـ ME is turned on. Once in the clock one will ME is on، هيبقى في path possible path لل discharge من هنا. Once in the capacitor discharged مفيش طريقة انه يتشارج تاني الا لما تيجي ال pre-charge phase من جديد. Okay، so during the evaluation اما انه ينزل لزيرو او يفضل بone زي ما هو، انه مفيش حاجة تانية، مفيش option تاني. تمام، فده الاسامشن الاولاني وده واضح من الستراكشر بتاع الجيت. الاسامشن الثاني انه الانبوتس تو ذا جيت كان ميك ات موست وان ترانزيشن ديورينج ايفالويشن، يعني انا مفترض انه الجيتس الانبوت بتاعها ما بيتغيرش اكتر من مره واحده في خلال الايفالويشن. طيب وده نضمنه ازاي؟ ده نضمنه من انه الجيت اللي قبلي ال evaluation بتاعها يكون خلص، وبالتالي او تكون هي كمان في ال evaluation يعني، وبالتالي ال output بتاعها هي transition ل zero او هي transitions يفضل محتفظ بال one. طيب ال output بتاعنا can be in high impedance state during and after evaluation. okay، لو ال pull down network دي is off ما فيهاش path مفتوح، هيبقى في ال evaluation الوضع شكله ايه؟ ال MP ده off وال pull down off، وبالتالي النقطة بتاعت ال output دي مش واصلة لا بال VDD ولا واصلة بال ground، فيبقى كأني بقول ال capacitive load ده high impedance. high impedance يعني ايه؟ يعني كأنه disconnected من السيركت كلها،
disconnected من فوق عن طريق الترانزستور اللي off ده، وديسكونكتد من تحت عن طريق البول داون نتورك اللي هي برضو اوف، ما فيهاش باث يوصله للجراوند. طبعا ده ديبندنج على اللوجيك اللي انا مدخله، بس ده اللي احنا نقول تاني، لو ما فيش لوجيك يوصله بالجراوند هيبقى كانه in a high impedance state، هيبقى كانه disconnected. تمام، ساعتها الفاليو اللي على ال CL هتفضل محتفظة بايه؟ بال1 بتاعنا. طيب الجيتس دي بقى، تعالوا كده نتكلم على البروبرتيز بتاعتها زي ما كنا اتكلمنا على الستاتيك سيموس. اول حاجه بتحتاج N بلس 2 ترانزستورز، تمام، وبالتالي ممكن في اوقات كتير تبقى بتوفر جيتس كومبيرد بال سيموس جيتس، ديبندنج طبعا على انت عندك كام انبوت، ولكن في معظم الأحيان بيبقى عدد الانبوتس relatively أكبر من 2، وبالتالي هتوفر ترانزستورز، يعني هتوفر اري. طيب الحاجة التانية إنها فول سوينج، الأوتبوت بتاعنا زي ما كان في السيمو، إما إنه يبقى فول في دي دي أو فول جراوند، وبالتالي نويز مارجنز كويسة، ودي يعني حاجة ميزة بنبقى عايزينها في الجيتس دي. طيب تالتة انها نون ريشيد، يعني مش محتاج اعمل سايزنج للترانزستورز. هناك كنا بنعمل سايزنج لمين؟ للبي ترانزستورز عشان نخليها تقدر تديني نفس الكرنت اللي باخده من الان. هنا مش محتاج اعمل الكلام ده لانه انا ببري تشارج في الفيز اللي هي الكلوك فيها بزيرو، فما يهمنيش الترانزيشن في البري تشارج دي بطيئة ولا سريعة، المهم انها تخلص بري تشارجنج ديورنج الفيز دي. فا as long as إنه الوقت بتاع pre-charge كفاية لأنه pre-charge الكاباستور، خلاص ال NP ممكن يبقى minimum size، والباقي برضو ممكن يبقى minimum size. أنا كده كده يعني ال N transistors faster than the P، وبالتالي بما إنها مش ratio مش محتاجة sizing فهي minimum size وبتاخد مساحة أقل. طيب الحاجة الرابعة هي انه الـ switching بتاعي سريع. ليه؟ لانه الكاباسنس نفسها صغيرة. طيب وجاية الكاباسنس جاية صغيرة منين؟ من كذا سبب. السبب الاول هو انه الـ input capacitance قليلة. ليه؟ لان انا مراضي الـ inputs شايفة N transistors بس، مش شايفة N و P. لو تفتكروا في السيموس انا كنت بدخل الانبوت على 2 ترانزستورز، واحد في الان وواحد في البي، فانا شايف 2 كاباسيتنس بير انبوت، هنا انا شايف كاباسيتنس واحد. تمام، الحاجه الثانيه الاوتبوت كاباسيتنس نفسها، الاوتبوت كاباسيتنس كانت تبقى شايفه الباراسيتكس بتاعه الان نتورك والبي نتورك، فانا هنا البي نتورك بسيطه جدا اللي هي البي ترانزستور الان بي اللي هو بتاع البري تشارج، فبرضه الكاباسنس في الايه في الاوتبوت هتبقى اقل، واللود كاباسنس بتاعنا هو محصله الاثنين، هو الاوتبوت كاباسنس بتاعت الجيت الدرايفنج والانبوت كاباسنس بتاعت الدريفن جيت، فالاثنين قلوا وبالتالي الكاباسنس بتاعت اللود بتاعتي هتبقى اقل، وبالتالي تشارجنج وديسشارجنج الكاباسنس الاصغر دي بياخد وقت اقل فالسويتشنج اسرع. طيب نقطة كمان هي انه ما عنديش شورت سيركت كارنت، ما عنديش كارنت يكون معدي في التو نتوركس لو هما مفتوحين في نفس اللحظة. لو تفتكروا كنا قلنا هناك انه بيبقى فيه فترة صغيرة جدا بيكون يدوب الانموس بيفتح والبيموس لسه ما قفلش، فيبقى الكارنت بيعدي فيها ومن الجراوند من الفي دي دي للجراوند، وبالتالي الكارنت ده مش بيكونتريبيوت للكاباسيتنس، مش بيكونتريبيوت للانفورميشن، وده سميناه شورت سيركت كارنت. هنا ما فيش الحكايه دي. ليه بقى؟ لاني الام بي والام اي اللي هما البري تشارج ترانزستور اللي فوق والايفالويشن ترانزستور اللي تحت معتمدين على الكلوك، يعني بيسويتشوا اون واوف بالكلوك، فهم يعني عكس بعض.
تمام. وبالتالي بما اني ما عنديش current short circuit، فانا ال power dissipation بتاعي مختلف هنا، تمام. ممكن تتصور انه اقل، بس ال short circuit current ما كانش بيكونتريبيوت عندنا كتير anyway. انا ما عنديش static current، ما عنديش glitching، ولكن عندي dynamic power نتيجة التشارجنج والديسشارجنج بتاع الكاباستور، بتاع اللود كاباستور، لما أكون بإكسكيوت الفانكشن نفسها. طيب ما ده نفس الكلام كان بيحصل هناك، بس الفرق هنا إن أنا ممكن أقدر أعمل الإكسكيوشن ده، أقدر أرن الجيت على فريكونسيز أسرع، أقدر بما إنها أسرع أقدر أشوف ترانزيشنز أكتر في نفس الوقت، صحيح meaningful transitions وبتنقل information، بس ايه عددها اكبر في نفس الوقت، frequency اسرع يعني. وبالتالي الباور ك energy consumed per time هتبقى اعلى، بس useful power يعني، ده لازم يوضح بالنسبة لنا جدا. دكتور، هو ليه مفيش short circuit؟ ما هو برضو في CMOS كان بيبقى عصوات، يعني نفس الفكرة بالظبط. ما برضو في السي موس بيبقى البول اب نتورك عكس البول داون نتورك دايما، وبرضو بيحصل لي كده. لا بس يعني انت الفرق ايه في الفي تي؟ لما بيبقى البي موس يعني let's say انك انت بتقلل الفولتج على الانبوت، تمام، نازل من 1 ل 0 فبتقلل الفولتج. لما بتدخل في الريجن اللي هي الانديفايند، ايه اللي بيحصل؟ البي موس بيحصل بيبدا اشورت يقفل كل بس نتيجه ايه؟ يعني نتيجه انك انت بيوقفك داخل القيمه في الانديفايند ريجن، داخل في الانديفايند ريجن، فالفي البي موس ترانزستور بيبقى لسه ما وصلش للفي بي، يعني ما قفلش، ما قلش عن في دي دي ماينس في بي، تمام. والترانزستور الثاني لسه ما وصلش برضو للفي تي ان، تمام. انت لسه، احنا بنقول انت نازل من 1 ل 0، اوكي، ف لا او خلينا من 0 ل 1، عشان كان احنا بنقول البي موس هو اللي بيقفل والان موس هو اللي بيقفل، اوكي. فانا طالع من 0 ل 1، اوكي، تمام. فانا عديت الفي تي، الفي تي ان، فالان موس بدا يفتح، تمام. وفي نفس الوقت البي موس لسه ما وصلش للفي دي دي ماينس في تي بي، فما قفلش، ما قفلش، تمام. فممكن يبقى نفس الكلام، الاثنين شغالين في نفس اللحظة، فاللحظة الصغيرة دي هي اللي بتسمح للكرنت انه يعدي فيها. سؤالك هو انه طب ممكن يحصل نفس الكلام على الكلوك؟ ده سؤالي فعلا. انه الكلوك نفسها وهي بالترانزيشن ممكن الاثنين يبقوا مفتوحين. اولا الترانزيشنز بتاعت الكلوك عادة بتبقى ماتش شاركر، الكلوك بالذات بيبقى يعني بنتيك a lot of كير انه نخلي الادجز بتاعتها شاربر، فالريجن اللي هي بيبقى الاثنين فيها undefined كده دي بتبقى وقتها اقل كتير جدا، فكانت تكون مش موجوده، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه انك ما زال عندك اللوجيك بتاع ال pull down network هنا موجود in between them، فلو اللوجيك ده الانبوت بتاعه لسه مش evaluated هيبقى هو كمان مقفول، فده بيبلوك اي شورت سيركت كارنت يكون بيحاول يعدي، تمام. يعني انت هناك كان عندك ايه، البول اب نتورك والبول داون نتورك الاثنين ممكن يفتحوا، بيبقى فيه فتره صغيره جدا الاثنين فاتحين فيها مع بعض. هنا انا بقول حتى لو الام بي والام اي فاتحين مع بعض فبينهم البول داون نتورك ما هياش evaluated لسه، ما هياش الانبوت بتاعتها يعني applied عليها لسه،
فمش هتبقى فاتحة. تمام. تمام سلام. طيب النقطة اللي بعدها هنا انه ال pull down network بتاعتنا يعني بت enable بت evaluate لما يكون ال transistors بتاعتي معدية ال VTN، وبالتالي ده هيديني a very good noise margin في اللوب. تمام، زي ما كنا شايفين في السيموس، يعني دي نفس الفيتشر اللي موجوده في السيموس، بس من ناحيه اللو لوجيك. يعني الهاي ما بيفرقش معايا لان الهاي جاي من البري تشارج وانا مش بفتح البول داون نتورك، فبفضل محتفظ بنفس الفاليو اللي على اللود. تمام، الفرق بقى السيجنيفيكنت اللي احنا عايزين ناخد بالنا منه هنا هو ان بقى عندي كلوك، بقيت محتاج كلوك عشان ايفالويت الاوتبوت بتاع الجيتس، لازم يبقى عندي كلوك موجوده. هناك ما كنتش محتاجها، والكلوك دي ليها بقى مشاكلها هي نفسها، انه اولا هي لود كبير، هي نفسها بتكونسيوم باور، يعني عشان تتوزع على الجيتس فهي محتاجه سيجنال عامله زي التري كده، عماله تبرانش وتروح لكل الجيتس اللي عندي، والسيجنال دي فيها الباراسيتكس بتاعتها، فكانها هي نفسها لود على السورس بتاع الكلوك وعماله تسحب باور. فدي يعني ديس ادفانتج كبير، ولكن الفكره كلها هل السرعه بتاعت الجيتس والاريا الصغيره بتاعتها تعتبر في الابلكيشن بتاعتي ميزه as opposed للكلوك اللي انا ضفتها ولا لا؟ لو كانت ميزه يبقى خلاص، يبقى الدايناميك جيتس دي مناسبه للابلكيشن بتاعتي، لو ما كانتش يبقى ادور على اوبشن تانية. طيب براكتيكالي بقى لما بنستعمل الجيتس اللي من النوع ده عندنا مشاكل، واحده من المشاكل دي هي ايه؟ هي التشارج ليكج. يعني let's say ان احنا دخلنا في الايفالويشن، عملنا بري تشارجنج لللود ودخلنا في الايفالويشن فيز، المفروض انه لو الاي بزيرو يبقى الترانزستور ده اوف وما يبقاش فيه كارنتي ديسشارج اللود. تمام، ما انا مفترض ان انا في الايفالويشن فالام اي از اون، ده مفتوح، انما الـ A is off نتيجة ان اللوجيك بتاعي زيرو. زيرو هي inverting، فيبقى الاوتبوت مفروض يفضل واحد، الترانزستور ده off، مفيش path للجراوند، فمفيش discharge current. الحقيقة بقى ايه؟ انه لأ، انه في parasitic diode زي ما احنا شايفين مرسوم كده. الـ parasitic diode ده جاي نتيجة الستركشر بتاع الموس ترانزستور نفسه اللي هو الاي ده، فرغم انه الترانزستور از اوف انما الدايود ده ممكن يترن اون لانه الفولتج اللي عليه في دي دي، فده هيخليه يترن اون ويبقى فيه باث للكرنت ده. الدايود ده باراسيتك، فالكرنت اللي بيعدي فيه كرنت قليل قوي، انما مازال فيه كرنت، عشان كده بنسميه ليكج كرنت. تمام، وبالتالي لو الايفالويشن بيريود بتاعتك لو الوان ده طويل بياخد وقت كبير، ممكن تلاقي انه في خلال الوقت ده السي ال قلت بدرجه ملحوظه، قلت بدرجه تبدا تاثر على الفاليو اللي انا بحاول انقلها للجيت اللي بعدي. تمام، والشارت اللي مرسوم تحت ده هو بيورينا شكلها ايه، ان انا في الاول ببري تشارج، وفي الايفالويشن لو افترضت ان الاي بزيرو رغم انه مفروض يفضل ثابت عند الفاليو بتاعته اللي هي 1، لا في الحقيقه الفولتج بيقل بالراحه. بالراحه دي قد ايه؟ دي ديبندز على الليكج كارنت بتاعي قد ايه. كل ما الليكج كارنت يزيد كل ما الديكلاين ده او الديسشارج ده يبقى اسرع، يبقى الخط بتاعه الفلو بتاعه اكبر. تمام، وبالتالي
depending على الايفالويشن هيخلص امتى اوصل لنقطه لفولتج ليفل واقف عنده. تمام، فانا الفولتج ليفل اللي وصلت عنده ده يعتمد على البيريد بتاعه الايفالويشن، انا قد ايه من الكلوك بيريد بتبقى 1، كل ما تطول كل ما هيديني فرصه اكتر اني اقل اكتر، فالنقطه اللي هقف عندها دي تبقى فاليو فولتج فاليو اقل. تمام، طيب وبعدين وايه اللي يحصل بعد كده؟ في البري تشارج هيرجع تاني الام بي يفتح فيكمل الكاباستور بتاعي يوصله ال 1 تاني، وفي الايفالويت يرجع يديكلاين كده يليك تاني، فابص الاقي انه السيجنال اللي طالع لي على اللود تشبه السو توث كده. كان المفروض الصح ايه؟ انها تفضل 1 ثابت طول الوقت في الايفالويشن وفي البري تشارج، بس نتيجه الليكج كارنت ده حصل الويف فورم اللي احنا شايفينها دي. تمام، حد كان عايز يسأل حاجة؟ دكتور، هو ده يفرق معايا في الباور ولا يفرق معايا في الايفالويشن بتاع ده 1 ولا لا؟ بس احنا كده كده الاثنين عندنا نويز مارجن كبير، ما هو احنا لسه قايلين السلايد اللي فاتت ان في ام ايكوال في تي ان بالنسبه لللو، بس الهاي ما هو ما دام ما وصلتش لفي تي ان ما هو هاي، يعني ما اعتقدش ان هينزل النزله دي كلها يعني، ولا ايه؟ بس الجيت اللي بعدك هت انتربريتد ازاي؟ يعني it depends على ال evaluation period بتاعتك في الكلوك قد ايه، وال depends على leakage current قد ايه. ال two factors دول ممكن يوصلوك في بعض الأحيان لأنه الجيت اللي بعدك مش شايفة ال one properly. هي الفكرة كلها إنك أنت مش لازم توصل للزيرو، أنت مجرد إنك دخلت في ال undefined region بقى الجيت اللي بعدك مش قادرة ت evaluate it properly، بقت مش عارفة يعني أنت وحظك بقى هي هتتصرف ازاي. تمام، ف تمام. it depends على ال evaluation period قد ايه وعلى ال leakage current قد ايه. انما الإجابة على سؤالك انه انا عندي المشكلتين، عندي two issues، اولا انه ده power consumed على الفاضي، يعني لو كانت ال value احتفظت بيها 1 كاملة كنت هاجي في البري تشارج اللي بعده التاني ما اسحبش current من ال supply، وبالتالي كانت هتبقى الباور اقل، الباور كونسيومد كانت هتبقى اقل. تمام، فدي ايشو الباور. والايشو الثانيه هي قلنا اللوجيك ليفل اللي هيبقى ايفالويتد باي ذا جيت نيكست تو ات. تمام، تمام. طيب حد يقترح حل نعمل ايه عشان نتجنب المشكله دي او عشان نحل المشكله دي او عشان نكاونتر الايفكت بتاعها؟ يعني مش هقدر ألغي الليكج لأنه الليكج ده جاي نتيجة الباراسيتيك دايت، وده مش هعرف أعمل فيه حاجة، مش هعرف أشيله، ده غصب عني موجود. فأنا هل أقدر أكاونتر الإفكت بتاعها ولا لأ؟ أغير في السيركت إزاي عشان يعني خلينا نقولها ببساطة أعوض الكارنت اللي بفقده في الليكج ده؟ أعمل حاجة زي فيدباك. أوكي جميل، إزاي بقى؟ وأنا فكرت فيها عشان الحل ده اتقدم قبل كده، بس مش متصور هتبقى إزاي. طيب تعالوا نبص عليها. انا essentially هزود ترانزستور تاني اللي هو الكيبر ده، ومسمينه كيبر ليه؟ لانه بيحاول يكيب الفولتج ليفل في الكاباستور عند الفاليو الابروبريت بتاعه. تمام، فالكيبر ده دوره ايه؟ ده دوره انه لما يكون الاوتبوت بتاعنا هنا 1 هعديه على انفرتر، فيبقى اللي طالع من الانفرتر ده زيرو، بيترن اون الكيبر. اوكي، والكيبر يكمل كارنت يتشارج الكاباستور ده. تمام،
زي ما انت بتقول كده، زي الفكرة بتاعت الليفل ريستورر لما كنا بنتكلم على الباث ترانزستور. بالظبط كده، بالظبط كده. اوكي طيب، الكيبر ده شغال امتى؟ وانا في البري تشارج ولا انا في الايفالويشن؟ يا شباب وانا في الـ evaluation والـ هو precharge محدش كده كده معانا مش. غيرك ولا ايه؟ محدش مركز معانا غيرك. لا هم كلهم مركزين، بس هو اصلا في المحاضرة برضو ما حدش بيتكلم غيري. انت اسمك ايه؟ محمد سيد انا مش شايف ال... سايكو. طيب يا محمد، خلينا نديهم فرصة كده نسمع حد تاني. حاضر. حد يقدر يقول لنا بقى شغال في الـ evaluation ولا في الـ pre-charge؟ يا شباب جميل، يعني انت بتقول في اخر البري تشارج لما يبدا ال سي ال ده يعدي ال في دي دي ماينس في تي بي، بحيث انه يا دوب دخل في الزون بتاعه النويز مارجن بتاع ال 1 صح، يبدا الانفرتر يشوفه از 1 ويطلع زيرو فيفتح الكيبر، فالكيبر بيساعد في الحته الاخيره من البري تشارج دي صح. طيب وبعدين في الايفالويشن بقى هيبقى مفتوح ولا مقفول؟ اول ما ندخل الايفالويشن السي ال بكام؟ كويس جميل جدا. 1 كامل اللي هو في دي دي صح؟ فيبقى الام كيبر اون ولا اوف؟ تمام، فيبقى كأنك الكيبر برضو شغال معاك في اخر البري تشارج واول الايفالويشن صح. طيب لو الاي والبي فضلوا بصفار، وبالتالي يعني الكاباسور ده مازال المفروض يحتفظ بالوان بتاعه، هيبقى الكيبر مفتوح بس ما فيش كارنت ماشي صح. طيب وبعدين لو بدأ الفولتج ليفل بتاعه يقل نتيجة الليكج كارنت، نتيجة الدايود اللي احنا كنا راسمينه اللي هو الباراسيتيك ده، ايه اللي هيحصل؟ طالما ان الكارنت بيقل بالراحة واحنا لسه فوق ال في دي دي ماينس في تي، هيبقى الانفرتر مازال مطلع واحد والكيبر مازال اون صح كده، ويبدأ ايه الكارنت بتاع الكيبر ده يعوض الكارنت بتاع الليكج. تمام، فالكي هنا الكي فاكتور هنا هو انه يبقى الكارنت بتاع الكيبر اكبر من الكارنت بتاع الليكج، لانه لو اقل يبقى هيدي فرصة للفولتج ليفل بتاع الكاباستور بتاعنا انه ينزل تحت الفي دي دي ماينس في تي، هيبقى ابطأ بس مازال في فرصة انه ينزل تحت ال في دي دي ماينس في تي بي، ولو نزل ايه اللي هيحصل؟ بالظبط بالظبط، جميل جدا. الكيبر هيتقفل وهيبقى زي قلته. تمام، انا عشان الكيبر يعمل دوره during ال evaluation انا عاوز الكارنت بتاعه يبقى اكبر من الكارنت بتاع مين؟ بتاع الليكج. تمام طيب، المشكلة التانية هي التشارج شيرينج، انه تخيلوا كده السيركت بتاعتي هي الشكل اللي قدامنا ده، والجيت دي كانت اند جيت، يعني فيها الـ A والـ B محطوطين سيريز كده، فانا الـ path بتاعي للجراوند هيفتح during الـ evaluation لما يبقى الـ A بـ1 والـ B بـ1 الاتنين مع بعض بـ1 صح؟ انما في كيس اللي هي الـ A بـ1 والـ B بـ0
دي valid case صح؟ المفروض الـ output يبقى كام لو الـ A بـ 1 والـ B بـ 0؟ دي NAND gate، الـ output المفروض يبقى ايه؟ 1. جميل. فيبقى أنا عندي لو الـ A بـ 1 والـ B بـ 0 الكاباسيتور ده المفروض ما يبقاش فيه path للجراوند، ويفضل محتفظ بالوانا اللي كان عليه من البري تشارج. اللي بيحصل ايه بقى؟ انه في باراسيتيك كاباسيتنس بين التو ترانزستورز الـ A والـ B. تمام؟ فـ even though انه ما فيش path للجراوند، انما اول ما الـ A ياخد واحد ويفتح يبقى في باث للكرنت انه يديسشارج من الكاباستور ده، يشحن الكاباستور اللي في النص اللي بين الاي والبي. تمام يا شباب؟ الكاباستور ده باراسيتيك. ما هي الباراسيتيك كاباسيتنس بتاعتي مع الجراوند، بس هو هيشحن هو. نعم. او من على حسب هو الباراسيتيك كاباسيتنس دي جايه منين، يعني الاستراكشر اللي خلقها ايه. تمام. هي لو كاباسيتنس بين تو نودز هتبقى مرسومه بين تو نودز، انما اللي يهمني فيهم الكاباسيتنس اللي مع الجراوند، لان هي دي اللي هتشارج معايا. تمام. فانا كانه في كارنت هيدسشارج جزء من التشارج بتاعت اللود عشان يشحن الكاباسيتور الاي ده. يوجوالي الكاباسيتنس دي اصغر من اللود كاباسيتنس، لانها موجوده بس من نتيجه الاستراكشر اللي بين الاي والبي، انما اللود كاباسيتنس دي جايه من كل الانبوتس بتاعت الجيت اللي بعدي ومن الاوتبوت بتاع الجيت دهيت، فهي يوجوالي اكبر شويه. فاللي احنا عايزين نقوله ايه، انه ال CL مش هي discharge completely، بس هيخسر جزء من ال charge بتاعته، عشان كده مسمينها ال problem ايه، charge sharing. انا هشير ال charge بتاعتي مع capacitor تاني. تمام. فال charge sharing ده ظهر هنا ليه؟ لانه ال pull down network complicated، فيها several transistors، ولو حصل انه واحد منهم اوف وواحد بينه وبين اللود اون، فالكاباسيتنس اللي بينهم هتشير سم اوف ذا تشارج مع اللود، تاخد من اللود سم اوف اتس تشارج. اوكي. فده اللي احنا بنقول عليه المشكله بتاعت التشارج يعني. طيب نحلها ازاي المشكله دي؟ أي اقتراحات؟ هلا ازاي؟ ايه فرقها عن الليكج؟ يا شباب الليكج بيحصل دايما، ودي بتحصل بس في حالات معينة. لا، ما هو الليكج برضو بيحصل لو كان الـ A off. يعني هيحصل في حالات معينة برضو، بس اللي أقصده هنا إنما يعني once إنها حصلت، إيه فرقها عن الليكج لما بيحصل؟ الليكج مستمر لغاية ما يفضي التشارج بتاعتك خالص، ده هيقف انما هنا معين. هتبقى الكرنت يمشي لغايه ما الفولتج ليفل على التو كاباسيتورز يتساوى، وساعتها يبقى الترانزستور A ده الفولتج ديفرنس اللي عليه زيرو، فما يمشيش كرنت. صح؟ يعني انت الكرنت بيمشي طول ما السي ال فولتج ليفل بتاعه اعلى من السي اي، وكل ما بتتنقل شويه تشارج الفولتج بتاع سي اي يعلى شويه والفولتج بتاع سي ال ينزل شويه، فكانه عارفين كده زي الاواني المستطرقه،
واحد المية عمالة تقل منه والتاني ايوه عمالة تعلى فيه لغاية ما يتساووا، أول زي ما الكلام يتساووا شوية. يبقى خلاص. أيوة. طيب فاحنا هنا بنقول الفرق عن الليكج انها مش مستمرة للآخر لغاية ما ال CL يبقى discharged completely. لا طيب، انما ان جنرال هي نفس المشكلة، انا عندي ال CL بيفقد جزء من الشارج بتاعته during ال evaluation، فأحلها ازاي؟ بنفس الحل، انه الكيبر بتاعي اللي هو هنا ده حتى لو انا بعمل شارج شيرنج هيعوض جزء من الكارنت اللي راح في الكاباستور الصغير. فهو الكيبر بيحل المشكلتين في الحقيقة، بيحل مشكلة الليكج وبيحل مشكلة الشارج شيرنج. تمام. الاكزامبل اللي قدامنا ده سيركت معقدة شوية، عاوزينكم يعني at your own time كده تبدأوا تبصوا على ال charge sharing اللي هيحصل فيه قد ايه، وتشوفوا ال voltage level اللي هنوصل له كام. اولا ايه ال logic levels اللي توصلني لل charge sharing problem، يعني لما ال A وال B وال C يبقوا بكام يحصل charge sharing، و في كل كيس ممكن يحصل فيها charge sharing عاوزين نشوف ال voltage level اللي ال output هيوصل له هيبقى كام. دكتور كان عندي سؤال. نعم اتفضل. هو انا حاسس هنا ولا في المشاكل اللي اللي قبل؟ احنا بنقولها، ما هو في المشكلتين اللي قلناهم ليه ظهرت في الدايناميك وما ظهرتش في الاستاتيك؟ هل عشان العمليه بتاعت الشارج والديسشارج بتتكرر اكتر، ولا عشان ايه؟ يعني انا حاسس ان احنا برضو، ما هو اي ناند جيت تانيه فيها نفس المشكله، واي جيت بقى عامه هيبقى فيها مشكله للشارج ليكج. مش عارف ليه دول ظهر في اتكلمنا عليهم في الديناميك ما اتكلمناش في الاستاتيك. تمام، لانك هنا عندك فيز اسمها بري تشارج، اللي هو انك انت بتبدا من 1 يعني انت انا حطيته فعلا على فهمت، السي ال. انا من الكلمه دي فهمت ان انا اصلا خلاص بقيت عارف ان هي المفروض تبقى 1 دايما، فبقيت محتاج احافظ او اعمل، لكن دي ما كانتش مشكله. انا دايما في ترانزيشنز في الستاتيك. هناك انت دايما حتى ال 1 معتمد على البول اب نتورك، يعني معتمد على انك تي ايفالويت، هو كمان بتعمل ايفالويشن للزيرو وبتعمل ايفالويشن لل1. تمام، فانه احنا كنا بيحصل حاسبين الحاجات دي في الباور ديسيبيشن. انا فهمت، انا بدأت اربط يعني الاختلاف. مش مساله باور ديسيبيشن، مساله الاوبريشن بتاعه الجيت نفسها بتحصل ازاي. افرض انك انت هناك كنت عاوز تشوف الانبوت بتاعك المفروض يطلع 1. تمام، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه الانبوت بتاعك ده بيفتح باث في البول اب نتورك يمشي كارنت من الفي دي دي للكاباستور لغايه ما الكاباستور يشحن لل 1. ولو العكس تمام، بيتشارج، ولو بيعمل الكباستور بيبقى اصلا تشارجد فبيحصل له ديسشارجنج. انما هنا انا بيفلوت الديسشارج بس، فلو فالباث اقدر احافظ بتاعك ده احافظ. دايما الباث بتاعك دايما ده مفتوح regardless of الباراسيتيك دايود او الكاباسنس اللي حاصله جوه البول داون نتورك. كانك بتقول انا عندي ايفالويشن فيز بس ما عنديش بري تشارج هناك، ايوه فهمت. وبالتالي انا ما عنديش مشكله انه الفاليو اللي كانت موجوده في البري تشارج ما اعرفش احافظ عليها. هنا انا عندي البري تشارج بتاع ال1 ده، لو انا مش مفروض اطلع زيرو مفروض اطلع 1، لازم احافظ على الفاليو بتاعت ال 1 اللي جات لي في البري تشارج. هناك ما فيش الكونسبت ده اصلا. ايوه، عشان كده زي ما حضرتك قلت، يعني اول جمله حضرتك قلتها انا بدات افهم، يعني بدات فعلا اعرف الفرق. تمام. طيب فزي ما بقول في الاكزامبل ده عايزين تبقوا تبصوا عليه كده في وقتكم. وهنا يعني بنحاول بس نوضح الايكويشنز بتاعت الشارج شيرنج شكلها ايه، عشان لما تيجي تحسب الفولتج ليفل اللي هتوصل له تبقى عارف هيجي ازاي. هو اسينشالي الكاباسنس هي اللي بتحكمك، الكاباسنس هي اللي بتحكم الريشيو بين الفولتج
الأصلي اللي كان عندك والدلتا اللي هتفقدها من اللود ده. طيب زي ما قلنا الحل بتاعنا هنا برضو هو إيه؟ الكيبر زي ما كنا قلنا المرة اللي فاتت، أو في حل تاني هو إيه؟ إني أميك شور إنه الكاباسيتنس اللي موجودة بين الترانزستورز جوه البول داون نتورك ار اولويز تشارجد. يعني في الكيس بتاعتنا دي لو كان ال سي اي اوريدي تشارجد قبل ما ال اي تبقى ب 1، وبالتالي ال سي اي ب في دي دي والاوتبوت ب في دي دي، وانا جيت رحت حاطط على ال اي 1، هل هيمشي كارنت؟ السورت على الايه ده الطرفين بتوعه الفولتج عليهم في دي دي، لان انا ميكينج شور ان السي اي تشارج من الاول هو كمان، ساعتها مش هيمشي كارنت والسي ال مش هيفقد حاجه من التشارج بتاعه. فالسولوشن الثاني ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك دور على كل الباراسيتيك كاباسيتنس دي وميك شور ان هي بري تشارج هي كمان. فمعنى كده ايه؟ معنى كده انك تزود ام بري تشارج لكل نود من النودز الانترنال دي، هو هنا مسميه ام كيبر، بس كانه ايه بيكيب الباراسيتيك كاباسيتنس تشارج هو كمان. تمام، وده بيشتغل في وقت البري تشارجنج، وقت الايفالويشن انت مش محتاجه فهو محطوط على الكلوك بس، بحيث انه لما ادخل في الايفالويشن والاي يجي لها 1 لو البي فضلت مقفوله يبقى الاوت والنقطه الانترنال بتاعت السي اي دول هيبقى ليهم نفس الفولتج، مش هيمشي كارنت، مش هفقد شارج من الكاباسيتور بتاعي. لو البي اتفتحت هي كمان، البي بقى عليها 1 هي كمان، خلاص التو كاباسيتورز هيتشارجوا في الجراوند، فمش هيفرق معايا في حاجة. اوكي طيب ايه اللي يحصل بقى؟ تعالوا نشوف لما احط تو جيتس من النوع ده ورا بعض، تو دايناميك جيتس كاسكيدد ورا بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الجيت الاولى وهي الكلوك بزيرو هيحصل لها بري تشارج، فالنقطة اللي هي اوت 1 هتبقى بكام؟ هتبقى ب 1. اوكي، وبعدين في الايفالويشن ايه اللي يحصل؟ الجيت التانية الاوت 2 بتاعها هيتغير على حسب الترانزستور اللي هو بين الام بي والام اي بكام. يعني الترانزستور ده انا جيت في البري تشارج وميت شور انه عليه 1، لما ادخل الايفالويشن بتاع الجيت التانية دي ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان الترانزستور ده يترن اون، صح؟ فلما يترن اون الاوت 2 ده يبدا يدستشارج، صح يا شباب؟ معايا ولا ما حدش معايا؟ اوكي طيب، فزي ما احنا شايفين هنا ال اوت 2 مفروض انه يبدا يدستشارج. المشكله ايه بقى كمان؟ المشكله انه الجيت الاولى في الايفالويشن هيحصل لها ايفالويشن هي كمان، والان بتاعتي انا بفترض ان هي ايه ترانزيشن لواحد. اوكي، في الفترة بتاعت البري تشارج، فلما هدخل الايفاليويشن هشوفها بواحد، فالان بواحد يبقى الترانزستور ده كمان هو كمان اون. يعني انا في الايفاليويشن عندي باث للجراوند هنا وعندي باث للجراوند هنا، فال one اللي كان فاتح الترانزستور ده هيبدأ يقل وانا في الايفاليويشن، فبيقل لغاية ما يوصل لفي تي، عندها الترانزستور ده يترن اوف، فال output اتنين ما يحصلوش complete discharge، يوقف عند some delta voltage
وما يوصلش للزيرو. واخدين بالكم؟ يعني المشكلة هنا إن أنا بحاول أيفاليويت الاتنين في نفس الوقت، فممكن واحد فيهم يأثر على التاني وما يخليهوش يلحق يكمل ايفاليويشن. واضحة المشكلة ولا مش واضحة؟ معلش ممكن تاني؟ تمام. أنا جيت هنا في الـ pre-charge، بقى عندي output 1 و output 2، الاتنين وصلوا لواحد، الاتنين عملت لهم pre-charge، وفي نفس الوقت الـ input transitioned ل 1 during الـ pre-charge بعد ما كان الـ output 1 ده وصل لواحد، فمفيش مشكلة. ودخلت في الـ evaluation بقى، إيه اللي بيحصل في الـ evaluation؟ اللي انت تتوقعه انك انت عايز الاوتبوت 2 ده ينزل لزيرو، بما انه الانبوت بتاعه 1 فهو انفرتر، فعايزه ينزل لزيرو، صح؟ صح. فالترانزستور ده المفروض يبقى اون والكاباسيتور ده يدسشارج. المشكله انه نفس الكلام بيحصل هنا، انا عندي الانبوت ب1 فانا عايز الاوتبوت ينزل لزيرو، ففي نفس الوقت الكاباسيتور ده كمان بيدسشارج. اوكي، الكاباسيتور الاولاني ده بتاع اوت 1 ما عندوش مشكله لان الانبوت ده ثابت والترانزستور ده هيفضل مفتوح على طول، فده هيدسشارج لغايه ما يوصل للزيرو بالكامل. تمام. انما المشكله هنا ده وهو بيدسشارج هنوصل لانه الفولتج ليفل ده في مرحله وصل ل في تي وبدأ يقل عنها، أول ما يبدأ يقل عنها الترانزستور ده يتيرن أوف، فيقوم الديسشارج باث بتاعنا هنا يتقفل، يقوم الكاباسيتور ده يقف عند سام فولتج ليفل أعلى من الزيرو. تمام. تمام. فدي المشكلة. طب هو ليه مكتوب في تي على اوت 1؟ هو مش قلنا هيوصل لغاية الزيرو عادي؟ ايوه، بيوريك النقطة اللي ده عندها في تي، الفي تي هي هنا مش هنا، هي دي. تمام. تمام. فدي النقطة دي عندها الفولتج بتاع اوتبوت 2 بقى ثابت، ما كملش، ما نزلش زي ده. طيب طيب وجزء من المشكلة هنا جاي منين؟ جاي من إن إحنا بنallow 0 to 1 transitions بس على الـ inputs. أنا الـ input ده during الـ evaluation ممكن يحصل فيه إنه ينزل من آسف 1 to 0، ينزل من 1 to 0 بس على الـ input. تمام؟ ما عنديش من 0 ل 1. دي تيجي امتى؟ تيجي نتيجة البري تشارج. تمام. احلها بقى ازاي؟ في اكتر من طريقة ممكن احلها بيها. حد يقدر يتخيل كده ايه ممكن نعمله؟ طيب يعني انت كانك تقول انا هزود انفرتر بين كل جيت والتانية عشان اعمل اللي احنا كاتبينه تحت ده، ان انا اقلاو بس الترانزيشنز من 0 ل 1 مش العكس. تمام. طيب تعالوا نشوف الابروتش دي. فالابروتش دي بتقول ايه؟ بتقول انا هحط انفرترز وبالتالي الجيت بقت مع الانفرتر ده كانها نون انفرتنج. اوكي. والبول داون لما بالترانزيشن من 1 ل 0 هيبقى هنا انا شايفه ايه؟ من 0 ل 1. البري تشارج هو من 1 ل 1 فكانه من 0 ل 0، ده ما فيهوش مشكله نتيجه البري تشارج. انما نتيجه الايفالويشن، انا الايفالويشن دايما بتنزلني من 1 ل 0، ما فيش ايفالويشن تطلعني من 0 ل 1. تمام. فالايفالويشن بتنزلني من 1 ل 0، يبقى بعد الانفرتر هشوفها من 0 ل 1. طيب وده يفرق ايه في الجيت اللي هنا؟ يفرق انه الجيت اللي هنا دي عمرها ما
هتقفل. يعني لو في باث للجراوند، الباث ده مش هيجي في النص ويقفل، بالعكس ده هو ممكن يبقى ما فيش باث ويجي في النص ويفتح لما الوان ده يابلاي. تمام. طيب فكده ابقى حلتها، بس طبعا اللوجيك بتاعي اللي جوه البول داون هحتاج اغيره، يعني مش هنفذها بنفس الشكل ده. يعني انا هنا كنت عايز اعمل ايه؟ عايز امبلمنت انفرتر ووراء انفرتر تاني، يعني بافر مثلا. اوكي، هنا مش هتبقى بالشكل ده، دي ما بقتش انفرتر، بقت هي بافر خلاص، فانا مش محتاج الجزء التاني اللي وراه ده. تنفع في الكومبلكس فانكشنز، ليتس سي ان دي كانت ناند ودي ناند تانية ورا بعض. اوكي، فهنا هبقى بامبلمنت ايه؟ بامبلمنت اند، وهنا هبقى عايز اغير الفانكشن دي عشان تمثل الانفرتر اند ناند انفرتر، يعني عشان تاخد في اعتبارها بقيه الناند ناند امبلمنتيشن تاني. واخدين بالكم؟ اللوجيك هيتغير. طيب لما حطينا والانبوت الزياده الانفرتر ده هنا، ايه نظام؟ في انبوت معانا في البول داون نتورك بقى زياده، اخده في الاعتبار لا ازاي؟ يبقى دي بارلل ناند. هنا احنا بنتكلم على الجنرال كونسبت، مش بنتكلم على نفس الشكل ده. انا هو بيقول فاهم. لك اي بول داون نتورك بغض النظر عن الانبوتس بتاعتها، تمام، حط بعدها انفرتر ودخلها على الجيت اللي بعدها. لما دخلت فين الانبوت الزياده؟ ما هو انا لما دخلت على الجيت اللي بعدها، احنا المشكله عندنا كانت ان الانبوت مش بيوصل، يعني بيقف عند في معينه مش بيوصل لزيرو، ايوه، نتيجة ايه؟ نتيجة ان كنت بسمح بترانزيشن من 1 ل 0، صح؟ الجيت اللي بعدي كانت بتشوف ال 1 بينزل ل 0. هنا انا بقول له لا، عمرها ما هتحصل. انا بقول له الجيت اللي بعدي دايما هتشوف الزيرو بيطلع ال 1 مش العكس. فيا اما يبقى ما عنديش باث يدسشارج، او في النص افتح له الباث ده. هنا هيتفتح انا من كنت البول بعمل داون العكس، نتورك نفسها. بتتفتح من البول داون نتورك نفسها بالظبط. بس نتيجة ايه؟ نتيجة انه الجيت اللي قبلي سيتلد عند الاوتبوت بتاعها، وصلت للاوتبوت اللي هي المفروض توصل له. ما هي تمام؟ تمام، يعني هي وصلت لزيرو، اللي وصلت بعدها للزيرو، لازم بس ده مش شايفها زيرو، شايفها تشيلها 1. وان. تمام. الفكرة كلها ايه؟ انه انا مظبط اللوجيك هنا وهنا بحيث انه الوضع الطبيعي انه لو دي مطلعه 1 يبقى انا مش محتاج هنا باث للديسشارج، فده الزيرو ده هيقفل اي باث موجود. لو هو بيبقى وان ده. الانبوتس، لو الانبوتس خلتني اطلع زيرو، ها، ساعتها هيجي لي هنا في صورة 1 ويفتح باث للجراوند. انا غالبا هخليها اف بار، يعني غالبا هعكسها. بس تمام، انا فهمت ايوه دلوقتي. يعني بالظبط 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 بالظبط، هي البوينت انك انت ما تسمحش للترانزستور يقفل في النص، وبالتالي مش عايز ترانزيشن تحصل من 1 ل 0. انت بتسمح بالعكس، تسمح للترانزستور يفتح في النص، فعايز كل الترانزيشنز تبقى 0 to 1. عشان كده حطيت الانفرتر ده. لو اللوجيك بتاعك اتلخبط اظبطه. تمام. طيب فالكيس دي زي ما بقول، لما نحط الانفرتر سميناها ايه بقى؟ دومينو لوجيك. يعني دي مش البيزك دايناميك لوجيك، ده بيسموه دومينو لوجيك. اوكي، ليه دومينو؟ لانه اسينشالي انت هتلاقي انه الاولاني ده لما ييفالويت اللي بعده ييفالويت في اللحظه اللي بعدها، وبعدين ده ايفالويت في اللحظه اللي بعدها، وده ايفالويت في اللحظه اللي بعدها. كانك بتقول ال ايفالويشن بتاعك بيبروباجيت من الجيت للي بعدها للي بعدها للي بعدها. يعني دي مش هتيفالويت صح الا لما دي تكون خلصت ايفالويشن صح، ودي مش هتيفالويت صح الا لما تكون اللي قبلها خلصت ايفالويشن صح. تمام، فكانها دومينوز بتقع، دي لما تقع دي تقع عليها، ثم دي تقع، ثم دي تقع، وهكذا. فاهمين الايفكت؟
ولكن الكونديشن هنا ايه بقى؟ الكونديشن انه الايفالويشن بيريود تبقى طويله كفايه عشان تكفي انه البروباجيشن ده كله يحصل. يعني لازم الكلوك بيريود بتاعتي تبقى بطيئه، الكلوك فريكونسي تبقى بطيئه عشان الايفالويشن بيريود تبقى طويله كفايه تكفي انهم كلهم يحصل لهم ايفالويشن، لانهم بيحصلوا ورا بعض كل واحده ورا التانيه، احنا كده مش خسرنا بيحصلوا اخر في نفس ميزه اللحظه. استفدناها من الدايناميك لوجيك. انا عمال اعد الميزات اللي خسرناها، احنا خسرنا الاريا عشان نحل مشكله لا اول ما مشكله، خسرتش، ما هي هي انت يعني ما don't هي تريد اوف generalize انا عارف، بس اللي هو كل ما اجي اصلح حاجه تبوظ حاجه كانت ميزه يعني، او تقل ما الميزه تقل. بوظتش، انت حطيت عليها limitation، انت حطيت عليها limitation انها ما اه بوظتش تماما. يعني ما هو في الاخر زي ما قلنا في الاول السيموس هو الحاجة اللي الناس كلها بتستعملها، هو يعني الديفاكتو والله يا دكتور، التكنولوجي اللي الناس كلها بتستعملها. حضرتك كل الحاجات ما التانية بتسأل دي كلها موجودة for special cases. يعني أنا انت مش امتى متخيل أستخدمه بتروح في إيه لسه. للدايناميك؟ إمتى؟ امتى بتروح للدايناميك؟ بتروح له لما تبقى عندك حاجة عايزها سيكوينشال؟ اسرع بكتير جدا من السيموس، تمام؟ تمام. وساعتها حتى في الدايناميك انت عندك تشويسز، يعني زي ما قلنا كده في الدومينو في لسه هتشوفوا حاجات تانية، فانت بتنقي مين فيهم depending على الفانكشن بتاعتك how complex is it و how fast it needs to be و different factors، تمام؟ طيب فالدومينو زي ما بنقول فرقه ايه بقى؟ انه non inverting، لانه خلاص once ان احنا حطينا الانفرتر ده واعتبرناه جزء من الجيت فبقت non inverting، انه very high speed، يعني ال static inverter نفسه اللي هو احنا حاطينه ده ممكن اخليه يبقى skewed بحيث انه يسرع ال low to high transition بس، لانه مش هيشوف غيرها during ال evaluation، تمام؟ وال capacitance نفسها تبقى اصغر لاني ما بقتش معتمد على انا شايف قد ايه بعديه، انا بس شايف الانفرتر دايما. اوكي الحاجه التانية اني اقدر اجي اقول ايه كمان، اقدر اجي واقول ال evaluation transistor ده نفسه ممكن eliminated. ليه؟ لاني ضامن ان الترانزيشن هنا دي دايما من 0 ل 1، اوكي، والبول داون نتورك مش هتفتح الا اذا جالي ال 0 تو 1 دي، فانا ديورنج البري تشارج الجيت اللي قبلي مطلعه ايه؟ مطلعه 1 ثابت، مطلعه لي هنا 0، وبالتالي البول داون نتورك مقفوله، ده during the pre-charge انا ضامن انه الـ pull down network مقفولة نتيجة انه ده بقى زيرو بالانفرتر، صح؟ وبالتالي الـ pull down network مش بتفتح الا بره الـ pre-charge، فانا مش محتاج ده خلاص، ده كان بيحميني من ان الـ pull down network تفتح during the pre-charge، بس هنا انا ضامن بالانفرتر انه الـ pull down network دايما مقفولة لان كل اللي داخل عليها زيروز في البري تشارج، فانا مش محتاج خلاص الام اي ده، واضح؟ فاقدر اليمينيت ده، اقدر اشيله ما عدا اول فيز، بس اول فيز لاني داخل لي انبوت من بره مش ضامن هو ايه، فا اول جيت يعني، فدي بسيب فيها الايفالويشن ترانزستور، انما كل الجيتس اللي كاسكيدد ورا بعض في الدومينو لوجيك اقدر اشيل منهم الايفالويشن ترانزستور. طيب وده بنسميه فوتلس دومينو لاني شلت رجله اللي تحت، شلت الفوت اللي تحت، فبيبقى شكله بالشكل ده، فعندي البري تشارج ترانزستور وعندي اللوجيك بتاع البول داون نتورك وانفرتر ومفيش ايفالويشن ترانزستور تحت.
وخلاص، وكلهم بقى كاسكيدد ورا بعض، الفاليو اللي داخله على اي واحده فيهم دايما زيرو، فانا ضامن ان البول داون نتورك محفوره ديورنج البري تشارج، فمفيش مشكله. وفي الايفالويشن كله بيريبل الفاليو بتاعتي، يعني نزلت محتاج ان انا ايه استنى وقت عشان النتيجه تريبل ثرو الجيتس زي ما قلنا. دكتور، افهم من كده ان في الفوتلوس داون انه ده اللوجيك اللي بعمله امبلمنتيشن بيبقى دايما في برانش، يعني هو في حاجه حضرتك لما قلت ان اللوجيك بتاعك بيتغير، فانا استنتجت ان الانبوت اللي جاي من بره ده اللي هو جاي من الجيت اللي قبلها بيبقى ليه برانش، بس بيبقى موجود في البرانش عادي، انما هل هو بيبقى موجود في برانش واصل بالجراوند على يعني طول ايه لازم؟ برانش؟ يعني ايه لو برانش؟ برانش يعني ماسك في الانبوت من الدرين، ماسك في الانبوت والسورس ماسك في الجراوند. البول داون نتورك دي ها لو كل الانبوتس بتاعتها زيرو، هل هيبقى عندك حاجة توصل من النقطة اللي فوق للنقطة اللي تحت؟ لا لو بالظبط كل كده، الانبوت لا. زيرو، ايوه، وانا كل الانبوتس بتاعتي جاية من دومينو لوجيك جيتس قبلية. كل الانبوتس ما مش كلها، يعني بيبقى في انبوتس لا، جديده اللي مش كلها هي اول واحدة دي اللي هنا، ودي قلنا هنسيب فيها الترانزستور. ان انا تمام. بتكلم على الجيتس اللي جوه بقى، اللي في النص. فالجيتس النص اللي في بيبقى فيه النص واحد دي، جاي ولا لا، يعني؟ واحد كله جاي، كله جاي، يعني انبوت اربعة ده جاي برضو من جيت تانية هنا في الليفل اللي قبليه. انت عندك a few gates في أول ليفل، وبعدين a few gates في تاني ليفل، و a few gates في تالت ليفل، وهكذا. أي واحدة في تاني ليفل كل الانبوتس بتاعتها جاية من الليفل اللي قبله. فهمت تمام. ده انا كنت جاي من متخيل دي جيت فعلا. دي، وده جاي من جيت تانية، بس برضو جاي من دومينو لوجيك هنا. تمام تمام؟ فأنا بقول ما دام دي تاني ليفل، فكل الانبوتس بتاعتها هتبقى بزيرو، لأنهم كلهم جايين من دومينو لوجيك. وبالتالي البول داون نتورك دي ما فيهاش باث للجراوند ديورنج البري تشارج. انا ضامن ان ده زيرو ديورنج البري تشارج، ما هو هنا 1 بس نتيجة الانفرتر بقى زيرو، تمام صح؟ وبالتالي ضامن ان البول داون نتورك مقفولة ديورنج البري تشارج، فانا مش محتاج خلاص الترانزستور ده. تمام طيب الديفرنشال دومينو ده بقى ايه فرقه؟ ده فرقه انه بي امبلمنت الفانكشن وعكسها، وبالتالي كل الليترالز افيلبل عندي هي والانفرجن بتاعها. تمام؟ وبالتالي بيحسن النويز مارجن جدا، يعني الفاليو اللي هنا دي كأنها، شايفين الستراكشر اللي فوق ده يشبه ايه؟ يشبه ايه الستراكشر اللي فوق ده يا شباب؟ يشبه اللاتش. حد فاكر اللاتش كانت بتتعمل ازاي؟ فان اني كيس اللي ايوه احنا كانت عاوزين ناند نقوله هنا، جيتس و لا، هي حتى في الـ in simplest form two transistors واصلين back to back. تمام؟ يعني أنا هنا الـ output بتاع ده مدخله يدرايف دي، والـ output بتاع ده مدخله يدرايف دي. فلو حطيت واحد فيهم في state، التاني بياخد الـ state العكسية، ويفضلوا ثابتين على كده لغاية ما تفورس واحد عنده عن التاني. طيب فالبوينت هنا ان انا عندي الفانكشن وعكسها، وبما انها دي هي اللي هتدرايف الجيت اللي بعدها، فالجيت اللي بعدها لو عايز الاي والاي بار موجودين من الاوتبوت بتاع الفانكشن اللي قبلها، بتاع الجيت اللي قبلها، وممكن يشير ال evaluation transistor. تمام؟ فانا لو ده مطلع زيرو، اوكي، هيبقى الزيرو ده بيفورس الترانزستور ده اون، فيبقى عندي هنا 1، وال1 ده بيفورس الترانزستور ده اوف، فالزيرو يبقى acceptable.
عشان كده بنقول هي شبه اللاتش. طيب another variation هي ايه؟ حل تاني بقى لمشكلة ان احنا كنا قلنا ايه، احنا بدأنا الكلام ده لما قلنا انه انا عندي مشكلة هنا في اني بحاول ايفاليويت الاتنين في نفس الوقت، صح؟ وقلنا اول حل هو ان احنا نحط الانفرتر ده، ووصلنا للدومينو لوجيك وللفوتلس دومينو للديفرنشال دومينو، تمام. حل تاني هو ايه؟ ان احنا ما نعملهمش ايفاليويشن في نفس الوقت. يعني ايه؟ يعني نخلي الجيتس alternating، واحده تبقى ايفاليويشن يبقى اللي بعدها في البري تشارج بتاعها، واحده في البري تشارج يبقى اللي بعدها في الايفاليويشن بتاعها. ازاي نعمل الكلام ده؟ بان احنا نعكسهم. خدوا بالكم بقى الكلوك هنا، تمام، الكلوك بتاعتي بتخليني ابري تشارج اللوجيك او اللود اللي موجود هنا ل 1، تمام. الجيت اللي بعدي دي انا عكسها تماما، خليتها بدل ما هي بول داون نتورك تبقى بول اب نتورك، والبول اب نتورك دي معاها ايفالويشن ترانزستور بي موس، فكانها انا الايفالويشن بتاعي هو اني افتح باث من الفي دي دي واتشارج الكاباستور، والبري تشارج فيز بتاعتي هي اني اديستشارج الكاباستور العكس، تمام. فانا الجيت الاولى بتبري تشارج ال1 والجيت الثانيه بتبري تشارج ال0. الجيت الاولى بتيفالويت بانها تعمل ترانزيشن من 1 ل 0، الجيت الثانيه بتيفالويت بانها تعمل ترانزيشن من 0 ل 1، تمام. طيب بالشكل ده ابقى عايز البري تشارج بتاعهم اللي هو مختلف في البولاريتي، عايز البري تشارج ده يحصل في نفس الوقت ولا at alternating times؟ alternating times بقى. at alternating times فكر كده شوية. انت هنا لما ده يبري تشارج هتبقى الوانز بتاعته ابلايد على النتورك دي، صح؟ وبالتالي النتورك دي اللي هي بي موس لانها بول اب كلها مقفولة، هتقدر تيفاليويت في الوقت ده؟ مش هتقدر. يعني كل تقدر تعمله انك تبري تشارج الزيرو في نفس اللحظة. طيب هل الترانزستور ده عشان يبري تشارج في نفس اللحظة يبقى احط عليه كلوك ولا كلوك بار؟ انا هنا البري تشارج بتاعي لما الكلوك بزيرو، وعاوز هنا ابري تشارج في نفس الوقت يبقى عايز الكلوك ايه؟ بكلوك بزيرو بار. برضه، ما هي بزيرو، يعني هي بزيرو عشان تبقى في نفس الوقت، فالزيرو ده لما احط كلوك بار اللي هي كأنها 1، فيفتح الترانزستور في نفس الوقت. كأني بقول انا ببري تشارج هنا ال1 وبري تشارج هنا ال0 لما الكلوك بزيرو في نفس الوقت، وبعدين لما ادخل في الايفالويشن اللي هو الكلوك هنا ب1 هتبقى الكلوك بار دي تفتح الايفالويشن ده كمان، فالايفالويشن بيحصل مع بعضه بس بالبولاريتي مختلفة نتيجة ان انا عكست الجيت دي كلها. فالجيت دي بقت لما تشوف ترانزيشن من 1 ل 0، اوكي، الباث اللي فيها هتفتح مش تقفل. ده نفس اللي عملناه ان احنا حطينا انفرتر في الدومينو. انا عايز النتورك دي تبدأ من ستيت معينة، ولو حصل تغيير على الانبوتس فيها during الايفالويشن تفتح لي الباث مش تقفله. فانا خدت الايفكت ده خلاص من مجرد ان انا قلبتها البي موس نتورك بول اب. وهنا هيبقى نفس الكلام على الجيت اللي بعدها، الجيت اللي بعدها هتبقى بول داون، والبول داون
لما يجي لها ترانزيشن هتجي لها من 0 ل 1، مش 1 ل 0، هتجي لها من 0 ل 1. فدي زي بتاعت الدومينو بالظبط، تفتح الترانزستور تفتح الباث ما تقفلوش، تمام. فالام بي سي موس ده بيحاول يعمل نفس الافكت اللي الدومينو عمله بس من غير ما يضيف انفرتر، بانه يقلب كل alternating gate لبول اب بدل ما هي كانت بول داون، ويخليها تبري تشارج الزيرو. تمام يا شباب ولا ايه؟ واضحة؟ اوكي. فانا هنا بقلعه من زيرو لون ترانزيشنز وهي داخلة على البول داون زي دي، وبقلعه من 1 ل 0 ترانزيشنز وهي داخله على البول اب، وبالتالي ما يبقاش عندي المشكله بتاعت انه يبقى في باث بيقفل في نص الايفالويشن. طيب هل اقدر بقى اميكس الاثنين مع بعض؟ هل اقدر اميكس الان بي سي موس ده مع الدومينو لوجيك؟ الجيتس اللي قدامنا دي لو تاخدوا بالكم دي ايه؟ دومينو لوجيك، صح؟ وشغالين مع بعض مفيش اي مشاكل، مش محتاج الانفرترز دي. امال الانفرترز دي انا حاططها ليه؟ حاططها عشان لو هروح ادرايف جيت في الليفل التاني بول داون زي ما كانت الاولى هنا، تمام. فانا كاني بقول طول ما انت بتدرايف الجيتس ورا بعض كده مفيش مشاكل، استعمل ايه الان بي سي موس. وات اف ان انا عايز الانبوت بتاع الجيت الاولى ده زي ما هو داخل على جيت في الليفل التاني يدخل على جيت في الليفل التالت، يعني هباي باس الجيتس اللي في الليفل التاني. ممكن اللوجيك يكون يتطلب حاجه زي كده، انه اوت 1 داخل على الجيت دي وفي نفس الوقت يدخل على جيت بعدها كمان، تمام. طب ما الجيت اللي بعدها دي هتبقى بول داون، اعمل ايه بقى ساعتها؟ او محطط الانفرتر، فكأني عملت ميكس ما بين الدومينو والان بي سي موس. واخدين بالكم من المشكلة؟ فاللي حصل قدامنا ده في الحقيقة هو الاثنين مع بعض، ال NPC MOS في الجيتس اللي هي ورا بعض اهي، ولو محتاج ان انا درايف جيت في ليفل فردي من جيت في ليفل فردي يبقى هحط انفرتر ده which is effectively ال domino logic، ولو محتاج ادرايف جيت في ليفل زوجي من جيت اخرى في ليفل زوجي يبقى هحط انفرتر بينهم، وده برضو effectively ايه زي ال domino logic، تمام. المشكلة هنا بقى ايه هي؟ السنسيتيفيتي للنويز. ليه السنسيتيفيتي للنويز؟ لأنه بيزيكلي ال يعني وأنا بعمل ايفالويشن لو جات لي نويز على الأوتبوت ده اللي هو بيترانزيشن من 1 ل 0 هبقى محتاج اتوليريتد في ال PMOS وفي ال NMOS بنفس المقدار، وده مش هيبقى سهل تحقيقه يعني. فهي ال sensitivity جاية من هنا، تمام. ده بنسميه ايه؟ ال Neural Logic، اللي هو essentially mix ما بين ال NP CMOS وال Domino. طيب أي أسئلة صفر؟ ممكن نقف هنا، مش فاضل غير 10 دقايق، فممكن نقف هنا بدل ما ندخل في topic جديد. أوكي أوكي، كمان نلحق نروح اللاب. أيوة السؤال. الميد ترم ممكن نخليه لحد المحاضرة دي،
بس هي المشكلة انه طلعوا امبارح قرار انه الامتحانات اللي هي ما تحددتش في الاسبوع ده اللي كان المفروض تتعمل في الاسبوع ده هتتعمل، اي حاجة بعد كده هتحتاج تتعمل اونلاين. فانا لسه عايز افكر ازاي نعمل الامتحان او بديل للامتحان اونلاين. ممكن بس التيك هوم اكزامز بتبقى اصعب لانك يعني كانه اوبن بوك. انا عايز امتحن من الترم. اقصد ايه تمتحن؟ احنا بنتكلم على المتر. ما هو قصدي من الترم عادي اللي هو التيك هوم اكزام بجد خد مني مثلا 10 ساعات عشان احله بتاع الالكترونكس السنه اللي فاتت. ايوه ما هو ده اللي انا بقوله، فانا يعني ادوني فرصه كده افكر نعملها ازاي ونتكلم فيها ان شاء الله. هبقى بوست على البلاك بورد، على يعني البلاك مش بورد. شرط مش شرط نستنى لغاية المحاضرة الجاية، ممكن لو قررت بدري هقول لكم على البلاك بورد. يعني الميعاد مبدئيا بتاع الميد تيرم هيبقى امتى؟ ما هو بما انه يعني حاجة اونلاين فممكن مش شرط ان احنا نعمله في ميعاد المحاضرة برضه. تمام. يعني انا كنت بفكر الاسبوع اللي جاي او اللي بعده يبقى امتحان فيس تو فيس زي ما كنا بنعمل، بس نتيجة القرار اللي طلعوه ده مش هينفع. فعندنا وقت مش مشكلة، يعني غالبا الأسبوع الجاي، بس مش شرط في يوم المحاضرة، هنشوف. المهم نوصل بس للفورمات المناسبة يتعمل ازاي. تمام. ده المهم فعلا. اوكي، اوكي بصيرا. لو عندكم اقتراحات يعني ابعتوا لي. على الايميل. خليني، انا مش عارف هو البلاك بورد تقدروا تحطوا كومنتس ولا لا؟ يعني انا لو عملت ثريد نقدر نعمل ثريد وتردوا عليها. رد ورد مش عارف. لا لا مش رسالة، يعني حاجة زي الفورمز كده. هشوف، تعتقد إن كان في حاجة زي الفورمز، هحط خلاص توبيك كده ونتناقش عليه. تمام. تمام جدا. مش يا ماشي يا شباب، شكرا جزيلا، مع السلامة. يلا سلام عليكم.